Gusto lang ala ala Andras, Andras عنده Sikasok. الحلو انه عم يعمل براند هي بس سوكس سبيشاليتي سوكس بس ما في شيء مش محطوط على السوكس. سألته لراف اول ما تعرفت عليه قلت له خبرني قصة السوكس شو قصتهم، هلا رح راف يخبركم اياها. هاي راف. هاي. So basically, Anna, I'm a big fan of socks. I've been this one when my can funky socks, and I think it makes my day better. It makes all the difference. Classic, Anna. But tell me, very classic. Yeah, Anna, the outfit tabar is classic, but in my socks, I always go very funky, and it's very discreet, so it makes all the difference. وبلشت لقيت إنه ما عم لقي a good quality pair of socks at an affordable price, but design I can relate to. So هون عم نعمل. ديزاينات اكثريتهم لبناني، عندك طربوش هون يو سندينج كلتشرال مسج الحبيبي، هاي كانت بارت اوف اور فالنتاين كولكشن، هيدا مثلا ون اوف اور بيست سيلر قشط الكهرباء هون عم اتس فيري كيوت يو سندينج مسج لكل الدوله يعني سو وعنا الكلاسيكس از ويل يعني السترايبس والدوتس سو وي تراي يعني كل شخص بيقدر يلاقي حاله باور سوكس. And do you think العالم عم بتحبهم كثير، عم تحبهم شوي، كيف الاقبال عليهم؟ العالم عم بحبوا، مش الكل بيسترجع يلبس بعد فانكي سوكس، بس اللي عم بحبوه لانه في ستيتمنت وراها، يعني عم يلبسوا مش بس كولرز، عم يلبسوا مسج بيهايند ذا سوكس، واتس فيري ديسكريت، يعني ما عم بحطها اوت لاود وعلى بدلته او على التي شيرت، سو اتس فيري ديسكريت، فيري سموث، والافيه تبعها كثير قوي، سو اي ثينك بيبل ار بيتر. Exactly. So نحن لو حدا بياخد 1 pair أو بياخد 2, 5, 6 pairs, any order size has a proper packaging. So it makes it ideal for gifting for any budget. الأسعار بين $7 لل $13 حسب قد ايه بياخذوا، it's a bag حسب short socks, long socks, it's cotton socks, it's a very high end cotton quality. ما بنحط بوليستر أبدا, so it's really nice for safe كمان. وأهم شيء كمان اللي هي it's very important for us, it's made in Lebanon from A to Z. Exactly. جاي تسألك هذا السؤال. You do it. It's done بلبنان. بمعامل لبنان. مظبوط. From design to production to execution لكل العالم اللبنانية، من الدليفري جاي للشغيل اللي عم يشتغل على المكنة للديزاين، everything is done locally. And the second question، نحن اليوم بالمعرض وبكره رح يخلص المعرض، وين بتبيع غير بالمعرض؟ نحن we are an online store، so العالم بيقدروا يحكونا anytime ومنوصل يا نفس النهار يا تاني نهار، so it's very fast delivery. والا كمان فينا يلاقونا باليوم 15 محل بلبنان. اوكي. واونلاين كمان وي ديليفر تو ذا هول وورلد، سو وي ار ان دبي، صار عندنا اوردرز على كاليفورنيا، نيوزيلاند، سو وي ار ايفري وير. اكزاكتلي. واو، فروم سوكس تو اول اوفر ذا وورلد. اكزاكتلي. واو، انا بدي اقول لك ثانك يو رالف، ات واز نايس ميتينج يو اند تشاتينج وذ يو، وبدي اقول لكل يلي عم يحضرونا انه وين وي توك اباوت ديزاين اند فاشن ديزاين، برجع بعيد اتس نوت اباوت بينج فيري فانكي على طول. Sometimes a very small detail will make a huge difference. بشي صغير يعني واقفين ما بيبينوا socks، قعدوا بيبين شوية detail. This is what we call a nice touch لما بتلبسوا. This is what we call fashion industry and this is what we call Lebanese designers. Thank you so much. الحقونا على غير stands.